مو حاسس انه صغرتنا قدام العالم وصغرتنا كثير كرم؟ صغرتنا كثير. وانا كل ما حدا بيسالني عنك بقعد بلاقي له ألف مبرر تافه وسخيف قدام اللي عم يصير معنا. وانت هلا شاي عم تحكي بكل براده قدام الناس وقدام الموظفين انه بدك تترك الشراكه ليه؟ ليه كرم؟ كل هالقد الكلمة عندك بسيطة وسهلة؟ أنا وأنت والشركة والناس اللي مسؤولين عنهم، أنا وأنت كرم، ما بنعني لك شيء. تتركنا فجأة وبتختفي، وأنا بعز ألف مشكلة بيطلع حقي عندك. مسج كرم؟ مسج؟ أكلت كفوف بحياتي كثير، وأنت بتعرف، بس كفك أقوى بكثير، أقوى بكثير، خلاني أتأكد إني أنا لما أوقع رح بكون لحالي، لحالي كرم. كلمة أخ، شريك، رفيق، كذب، كتير كذب. إذا الرفيق ما وقف جنب رفيقه بهيك ظرف، شو بده فيه؟ شو بده فيه؟ إذا أنت ما وقفت جنبي وأنا بهيك ظرف، شو بدي فيك؟ تترك الشركة؟ جاي عم نحكي ببساطة إنه بدك تترك الشركة. هي كلمة كتير عادية. ولك هي شركة أبي وأبوك. هي شركة أبي وأبوك. ولا هالحكي ما بيعنيك؟ احكي كرم، احكي.